سالو مي شيغ زلاف، كنتمنى تكونوا بخير. دونك اليوم غادي نشوفوا الكمالة، وصلنا للصفحة 186. دونك كنبقى لينا لوغال و لاكري. دونك هنا باش غادي نساليو غومدياسيون. قبل غتلقاو الامتحانات بالنسبة اللي كيسولني في لي كومونتيغ على الامتحانات، ديري معانا مراجعة شاملة. دابا نتوما ما كتشوفوهمش كيتحطوا، ولكن انا راه حطيتهم العام اللي فات. دخلوا البلاي ليست، بقاو تقراو في العناوين، غير تلقاو مراجعة شاملة لثالثة اعدادي. وخا تلقاو كتاب ديال الباركور، راه عندكم نفس الدروس، راه غير الكتاب مبدل وصافي. غادي تلقاو الجهويات خدمة بزاف ديال النماذج، غتلقاو بزاف الانشاءات اللي كتعاود في الامتحان. وهاد العام ان شاء الله غدا نعطيكم الجديد، غير هي شوفوا اللي قبل. هنا بالنسبة الاورال سي سي بيان طون لي فاكونس دتي، يعني قال لك لي فاكونس العطله ديال الصيف قربات. tu as sûrement des projets que tu souhaiterais réaliser، يعني اكيد انت عندك شي بلانات في راسك كما كنقولوا حنا، شي بروجي شي مشاريع ناوي ديرهم، يعني تمشي لهنا تمشي لهاد البلاصه، من بعد دوز لهنا عشان العائله، شي حاجه غادي ديرها، غادي تقرا في الصيف. شوف نتوما شنو باغيين ديروا. souhaiterais réaliser à cette occasion، بهاد المناسبه اللي هي شنو لي فاكونس دتي. alors parlons à tes camarades، هضر مع الاصدقاء ديالك على شنو ناوي دير في الصيف. يعني خصنا نشوفوا واحد النموذج ديال فين غتمشي في الصيف. نعطيكم واحد ليكزومبل. alors j'aimerais passer mes vacances en Tunisie، كل واحد يقول فين ما بغى مثلا كيدير لو ماروك، يمشي لهاد البلاصه هادي راس جبل، هاد المنطقه هادي مثلا بغيت نمشي ليها. ايت اون فيل كوتيير، يعني واحد المدينه اللي هي ساحليه. اي فوريستيير، يعني فيها ومنسوبه حتى للغابه، يعني فيها هادي والغابه. سيتوي ا ليكستريم نور دو لا تونيزي، ال سيتون سور، يعني ديك البلاصه اللي كتمشي ليها الا بغيتو تزيدو تهضروا عليها مثلا، كتمتد ما بين واحد المساحه اللي هي دو 540 هكتار افيك، يعني تهضروا بغيتو هاد المعلومه تهضروا عليها تهضروا، ما بغيتوش اللي بغيتو. عدد الساكنه لي زابيتون فيها 3000 زابيتون، 3000 ابيتون. راس جبل اي كونو بار بليزيور اكتيفيتي، يعني معروفه هاد البلاصه هادي، كتعرف الاصدقاء ديالك هاد البلاصه اللي تمشي ليها، انها معروفه بزاف ديال الانشطه كوم لاغريكولتور، فيها الفلاحه لو كوميرس لارتيزانا، المهم معلومات اضافيه كتضيفهم وصافي. جو سويت ايغالمون فيزيتي، ولا جو سويتري نصرفوها في الكونديسيونيل ايغالمون فيزيتي، بغيت نزور سيدي بوسعيد سو فيلاج، يعني بغيت نزور حتى يعني شنو غندير عاوتاني اخر، بغيت نمشي حتى لهاد الفيلاج هذا. سو فيلاج سو تخوف او نور دو لا فيل، يعني كي دو تونيزي، يعني في الشمال ديال هاد المدينه هادي. لير اي تالمون بيور، الهواء ديالو نقي. كو فو بوفي سونتيغ او ميم طون لودور فخيش دو لا مير، يعني هاد الفيلاج هذا زوين بزاف، فيه الهواء نقي صافي، وحتى يعني حتى الريحه ديال بحال سونتيغ او ميم طون لودور، يعني الريحه الفخيش الطريه ديال لا مير. C'est un bonheur de vivre même pour quelques courts instants à ces dépossédés. يعني واحد السعادة أنني نمشي ونعيش بعض اللحظات هنايا في هاد الفيلاج هذا. إي فيزيتي شاك أني، اللي هو كيتزار من طرف بزاف ديال دي مليون دو توريست، بزاف لي توريست اللي كيجيو يزورو هاد الفيلاج هذا. وأنا زعما كنتمنى أنني جيمغي، يعني في الكونديسيونيل، يعني نقدر ما نمشيش، ماشي كنقول شي حاجة صرفتها في الفيتيغ، راه لو فيغ بلول جيمغي باسي مي فاكونس، يعني نقدر نمشي نقدر ما نمشيش، يعني كتكون ناوي وهادشي اللي باغي. دونك هنا نشوفو كيستيون 2. tu es chargé d'une enquête، يعني قالك نتا تكلفتي، يعني على اساس نتايا بوليسي ولا هادي، تكلفتي بواحد لونكيت، واحد التحقيق سوغ ان مافي، واحد الجريمه اللي هي فول قتل ولا ميرتر، فول سرقه ولا ميرتر قتل ولا اغريسيون اعتداء. tu avances une première hypothèse، هاد الجريمه هادي اللي نتا تكلفتي غادي دير واحد الفرضيه عليها، تقول يمكن القاتل هو فلان، يمكن هرب هنا، المهم دير اون بروميير ايبوتيز بور اكسبليكي لي في، باش تشرح لنا الاحداث ونعرفوا بعد الجريمه علاش. ريزون ا بارتير دو سيت ايبوتيز، ومن خلال هاد ليبوتيز تزيد تفكر اون سويفون لو شيما كو تو افي، هذاك لو شيما اللي شفنا ديجا في الدروس اللي فاتوا، انك كتعطي ليبوتيز الاولى وكتعاود تعطي ايبوتيز الثانيه. انا غدا نعطيكم جوج ديال لي زيكزامبل على هذا السؤال هذا، باش بالنسبه اللي متبع معايا مثلا من قسم واحد، الى صاحبه مثلا حداه قال الجمله الاولى تكون ديجا عندكم ليكزامبل. ادميتون مثلا دابا انت محقق وغتهضر تقول نفترض ان كو فوزاتي اون فواياج لا نوي دو كريم، انك كنتي مسافر، دابا انت كتحقق في شي جريمه مع شي مجرم، كنتي مسافر ليله الجريمه، يعني
كومون بوغيفو تقول له انت دابا نقول ونفترضوا انك انت كنتي في الليله ديال هاد لو كريم الجريمه كنتي اون فواياج مسافر كومون بوغيفو اكسبليكي لو في كيفاش اذا تقدر تشرح لنا لو في كو لا بوليس سيانتيفيك ان الشرطه العلميه اي تروفي فو زومبرين تلقات البصمات ديالك سور لا بورت دو ليموبل اذا هنايا هذه اولى ثانيه La mort de cette femme était mystérieuse. Il y a des gens qui ont dit qu'elle serait suicidée par un pistolet. يعني انا درت واحد ليبوتيز الاولى ان يمكن تكون انتحرت بيستولي يعني بمسدس ياك مي او ثاني نزيد نفكر من خلال هاد ليبوتيز هاد الفرضيه هادي وكتعطي ثاني راي اخر بحال اللي شفنا في الدرس ديال ليبوتيز مي لو ميدسان ليجيست ولكن الطبيب الشرعي افيرم اكد لينا كو لا فيكتيم ان ضحيه اسوبي ان شوك او نيفو دو لا تيت ان تلقات واحد الصدمه على الراس ديالها يعني شي واحد ضربه في راسها دونك اون بيرسون سوري ديرير سو كريم اذا شي شخص اللي غادي يكون ورا هذه الجريمه هنا عندنا سوري انا كنصرفوا لوكسيليير اتر في الكونديسيونيل يعني كيكون داكشي ديال لو دوت يعني انت باقي الله كتغيزوني كتفكر ماشي شي حاجه اللي سور هنا بالنسبه ليكري غاديج لو دينومون دو ليستوار غادي تكتب انت القصه لو دينومو هي لا سوليسيون الحل ولا سيتياسيون فينال النهايه ديال القصه اين قصه ديال لو تيكست اللي قريناه ديال مسيو ومدام جوان يعني باش نلقاوها ميته نكملوا النهايه دونك هنا لو ديتيكتيف مي توت اون اوفر بور تروفي لينوسونس اذا هنايا كان هو هذاك مسيو مارتان شد واحد لو ديتيكتيف بريفي محقق باش يبحث له في القضيه ديالو باش يثبت البراءه ديالو اذا هنايا قلنا لو ديتيكتيف دار كل شيء مي توت اون اوفر يعني كاع اللي في جهده باش يلقى لي نونسونس البراءه دو سون كليون الموكل ديالو اللي هو مسيو مارتان ابري زافور باسي 7 ans دو بريزون من بعد ما انا ندوز 7 سنين ديال السجن يعني هو كدوز 7 سنين ديال السجن دان كريم كي نا با كومي جريمه اللي ما ارتكبهاش الوغ لو جوج يعني بما ان لو ديتيكتيف دار كاع اللي في جهده لقاو البراءه لقاو شي دليل لو جوج ديكلارا اذا القاضي تما اعلن كو مسيو مارتان ا فينالمون اوبتوني سا ليبرتي انه اخيرا لقى الحريه ديالو يعني ولا حر لقاو المجرم مارتان سيفوندغ اي بلور يعني بدا كيبكي بزاف دون لي مان دي جوج يعني بحال تلاح على لي جوج وبدا كيبكي ملي قالوا له هاد الهضره هادي إن هذا السنتيمون ديالهم باش كيتروا هذه غير النهايه مسيو مارتان رومارسيا لو ديتيكتيف اي بارتي وشنو دار شكر هذاك المحقق ومشى بحالو دونك ما كثرناش بغيتو تزيدوا لي سنتيمون ديال لو شوك ديال الصدمه كيف سمع الخبر ديال لا سوربريز المفاجاه المهم لي سنتيمون كاملين كيطلبوا منكم نهار الجهوي غادي تلقاوهم عندي في القناه كتبوا غير لي سنتيمون سميت القناه وما يطلع لكم بزاف عطيكم النماذج كامله ديال لا تريستيس كولير اي احساس لا بور لا جوا اي حاجه بالنسبه ل هاد لاباج 187 ما فيهاش شي حاجه فيها انايا قال لك غادي تجاوب وي ولا نو سولون لي ريزولطا دو ليفالياسيون يعني تقدر تقراو هاد لو طابلو هذا وتقدر تقولوا وي ولا نو يعني واش هادشي قادم مثلا ناخذ اكزامبل سويج كابابل ديدونتيفي لي بيريبيسي لي بيريبيسي دون دون اون نوفيل واش انا قادر ندير لي بيريبيسي في النوفيل تقدر تجاوب على هاد الطابلو وي ولا نو واش انت قادر دير لي بيريبيسي ولا ما قادرش دير وهادو خصهم يتوظفوا سويش كابابل لي دونتيفي لو دينومون واش قادر اني ندير لي دينومون النهايه اللي هي لا شوت يعني واحد النهايه كتكون غير اناتوندو غير متوقعه بلس لا سيتياسيون فينال وكتبقاو غادي بحال هكا المهم ما تنساوش بلاي ليست غتلقاو فيها الدروس كاملين امتحانات كاملين جهويات وهاد العمادة ان شاء الله في هاد الايام غادي نعطيكم الجديد